بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 44. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك الله. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم حاء ألف من إثيوبيا. عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسألكم شيخ صالح ويقول: لنا أقرباء لا يصلون ولكن يصومون شهر رمضان ولا يعرفون حقيقة الإسلام، هل أصلهم أم أقطعهم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه يجب على المسلم أن يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس الخير، خصوصا مع أقاربه وعشيرته. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالواجب أن المسلم يقوم بما أوجب الله عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أمر بوقاية النفس أولا من هذه النار، ثم بوقاية الأهل، وذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى وترك ما نهى الله عنه. الواجب عليك أن تبصر هؤلاء وتأمرهم بطاعة الله وتغلظ عليهم القول في تركهم ما أوجب الله عليه. وصيام رمضان وحده لا يكفي، بل لا بد من الإتيان بأركان الإسلام الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. هذا هو الإسلام كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه مبانيه وأركانه، وبقية الأوامر والطاعات كلها مكملات ومتممات لهذا الإسلام، والمعاصي والسيئات تنقص هذا الإيمان أو تنافيه. فالواجب عليك أن تبصر هؤلاء وأن تأمرهم وتنهاهم، تبين لهم أن الصيام وحده لا يكفي ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى، وأنه تعب بلا فائدة ما دام أنهم لا يحافظون على صلواتهم. والإسلام لا يتبعض ولا يتجزأ. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني الإسلام، خذوه كله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا فاتتني بعض الصلوات كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا. إذا فاتتك بعض الصلوات فعليك المبادرة للقضاء. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما إن فاتتك تكاسلا وعدم مبالاة فعليك بالتوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة لمستقبل حياتك، ولا تتهاون بها أو تتكاسل عنها أو تؤخرها عن وقتها، فتكون من المضيعين للصلاة الذين قال الله تعالى فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. واجب المحافظة على الصلوات في أوقاتها مع الجماعة والمداومة عليها، لأنها هي عمود الإسلام وهي ركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلا دين لمن لا صلاة له. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من تبرك بشجر أو تبرك بحجر هل يعذر بالجهل، وخاصة إذا مات على ذلكم الحال، أم يعفى عنه؟ تبرك الأشجار والأحجار شرك بالله عز وجل، والدليل ما جاء في حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم في غزوة حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وكان للمشركين سدرة يعكفون حولها وينطون بها أسلحتهم. قلنا يا رسول الله، يقال لها ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين؟ فالتبرك بالأشجار والأحجار بمعنى طلب البركة منها، هذا يعتبر من الشرك، لأن البركة من الله سبحانه وتعالى وحده، فهو الذي ينزل البركة ويجعلها في الأشياء. أما الأشجار والأحجار فإنها مخلوقة ليس لها من الأمر شيء، فهذا يعتبر من الشرك، وعلى من فعلها أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم تعليم الأجنبيات للقرآن أو الحديث، علما بأنهن لا يحتجبن عن المعلم بل ينظر إليهن وينظرن إليه؟ جزاكم الله خيرا. الواجب أن النساء يعلمهن نساء من جنسهن، فإن تطلب الأمر تعليم الرجل للنساء لعدم وجود معلمات فليكن ذلك من وراء الحجاب، وذلك لأجل الأمن من الفتنة عليه وعليهن. وما دام لهن رغبة في الإسلام وتعلم القرآن الكريم فإنهن يقبلن الإرشاد والتوجيه، ويبين لهن أن الحجاب واجب على المسلمات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو الحديث أو أي شيء من المواد الإسلامية؟ جزاكم الله خيرا. أخذ الأجرة على تعليم القرآن فيها خلاف بين العلماء، والصحيح الجواز، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، خصوصا إذا كان المعلم محتاجا وليس له طريق يتعيش منه، وإذا تفرغ لتدريس القرآن انقطع عن الكسب، فإنه يأخذ بقدر ما يكفيه ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لأن هذا يعين على تعليم القرآن. بقية السؤال؟ بقية السؤال يسأل عن تعليم بقية الأمور الدينية. وأما تعليم بقية الأمور كالفقه والنحو والتفسير والحديث فلا بأس، من باب أولى، من باب أولى يجوز الأخذ الأجرة عليه، وليس في هذا خلاف بين العلماء، إنما اختلفوا في تعليم القرآن فقط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: خالد من الجوارة يقول: أنا رجل على خلاف مع إمام المسجد، هل أصلي معه أم أصلي في المسجد؟ جزاكم الله خيرا. الواجب أن تصلي في المسجد ما دام أن هذا الإمام مستقيم على طاعة الله وليس فيه ما يخل بعقيدته، وإنما هذا الخلاف بينكما خلاف شخصي ليس من جهة الدين، أو إن عنده بعض التقصير في أمور الدين التي لا تصل إلى حد بطلان صلاته، فإن الواجب عليك أن تصلي مع الجماعة. أما إذا كان هذا الإمام يرتكب أمورا شركية أو يعمل أعمالا تخل بعقيدته، إنه لا تجوز الصلاة خلفه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم عبد الرحمن تسأل وتقول: جدتي مصابة بشلل نصفي، وفي أوقات الصلاة نأمرها بالصلاة ثم تكبر، وبعد ذلك تنسى أنها في الصلاة وتتكلم، ونلاحظ أنها لا تكمل الصلاة على أكمل وجه، ماذا يجب علينا؟ وهل لتأثير الكبر حد معين؟ جزاكم الله خيرا، علما بأننا ننصحها ولكنها لا تنفذ النصيحة. الواجب أن تأمرها بالصلاة عند دخول الوقت، وتعينها على صلاة، وتصلي بحسب حالها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتؤمر بالصلاة ويبين لها دخول الوقت، وإذا احتاجت إلى إعانة على الطهارة بالماء أو بالتيمم فإنكم تعينونها وأنتم على أجر في ذلك، وما يقع منها من اختلاف وكلام وغير ذلك فإنه معفو عنه، لأن هذا منتهى قدرتها واستطاعتها. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس للتخفيف حد محدود، هذا يختلف اختلاف الناس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع خالد محمد رفاعي بعث يسأل ويقول: حدثونا عن الترويح المباح الذي يجوز للمسلم أن يتعاطى، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هو المزح الخفيف الذي ليس فيه كذب، ليس فيه إساءة إلى أحد، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حق عليه الصلاة والسلام، فالمزح الخفيف الذي فيه
ترويح عن النفوس وإزالة للسأم لا بأس به ما لم يصل إلى حد الإفراط أو يكون فيه تنقص لأحد أو فيه كذب، إذا صار فيه أحد هذه الأمور فإنه لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما يحزبني أمر أقرأ سورة ياسين ثم أدعو الله فأقول اللهم إني أسألك بياسين وكل آية فيها أن تفرج عني وأن تعطيني وهكذا، هل ما أفعله صحيح؟ ما تفعله غير صحيح لأنه لا دليل عليه، فسورة ياسين ليس لها هذه الخاصية وإنما هي سورة من القرآن كسائر سور القرآن، فيها ما للقرآن من الفضائل ولا يخصص شيء من القرآن سورة أو آية إلا بدليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فجع إلى الصلاة يصلي ويدعو الله عز وجل، الله جل وعلا يقول واستعينوا صبري والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فيصلي المسلم نافلة أو إذا حضرت الفريضة صلي الفريضة ويدعو الله بتفريج همه وغمه في ركوعه وفي سجوده وبعد صلاته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف تكون حركاتي وأفعالي كلها في ميزان حسناتي؟ فأنا أريد أن تكون كل حياتي لله وحده، حتى ساعات العمل وحتى ساعات النوم وساعات الراحة، فبماذا تنصحونني؟ بارك الله لنا فيكم. تكون حركاتك وأعمالك عبادة إذا نويت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، نويت بأكلك تقوي على طاعة الله، ونويت بنومك تقوي على قيام الليل وهكذا، ونويت بنفقتك على أهلك وعلى إعفافهم عن الناس، ونويت بإتيانك أهلك في إعفاف نفسك وإعفاف زوجتك، فهذا يدور على النية. قد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل فاتحة الكتاب ليست من أذكار الصباح والمساء؟ لم يرد في هذا الشيء، لم يرد أن الفاتحة تكون من أذكار الصباح والمساء، وإنما ورد أنها رقية تقرأ على المريض وعلى المندوب، وأما أنها من جملة الأذكار فلم يرد فيها شيء، وإنما هذا في آية الكرسي وفي سورة الإخلاص والمعوذتين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات تقول صليت الظهر وفي نهاية الركعة الرابعة سجدت سجدة واحدة ثم قرأت التشهد الأخير، وفي أثناء قراءتي للتشهد وفي بداية التشهد تذكرت أني نسيت السجدة الثانية والجلوس بينهما، ولكني واصلت في قراءة التشهد حتى النهاية ثم سجدت سجود السهو قبل السلام ثم سلم، هل عملي هذا صحيح أم خطأ؟ وماذا يجب علي أن أفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل غير صحيح لأنك تركت ركنين من أركان الصلاة هما السجود الثاني والجلسة بين السجدتين، وهما ركنان من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بهم، فعليك إعادة هذه الصلاة التي تركت منها هذين الركنين. لو تذكرت قريبا ثم أتيت بالسجدة الثانية ثم أتيت بالجلسة بين السجدتين ثم سجدت السجدة الثانية ثم أتيت بالتشهد الأخير ثم سلمت ثم سجدت سجدتين للسهو لكان ذلك صحيحا. أما وقد طال الفصل وبعد الزمان فعليك إعادة الصلاة بكاملها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذا المستمع صليت مع زوجي وكان إماما في صلاة المغرب، ولكن لم ألحق قراءة الفاتحة بتدبر ولم أستطع قراءة سورة بعدها، وكذلك في السجود لم أستطع أن أدعو بأي شيء، وعند التسليم سلم زوجي ثم تأخرت قليلا بعد ذلك ثم سلمت، هل صلاتي صحيحة أم أني وقعت في خطأ؟ وماذا علي أن أفعل حتى أكون في حكم المأموم؟ جزاكم الله خيرا. أولا على الإمام الذي يؤم الناس سواء كانوا قليلين أو كثيرين أن يكمل صلاته وأن يمكن المأموم من الإتيان بأعمال الصلاة وأقوالها الواجبات والأركان ولا يستعجل، فإن ذلك فيه إخلال بالصلاة صلاة المأموم، فعلى من يؤم غيره أن يراعي أحوال المأموم ويمكنه من الإتيان بالأركان والواجبات وما استطاع من السنن وأن يطمئن في صلاته. وأما ما ذكرته السائلة من أنها لم تتمكن من قراءة الفاتحة، فقراءة الفاتحة تسقط عنها في هذه الحالة لأنها لم تتمكن من قراءتها وتكفي قراءة
الإمام إن شاء الله. وأما الدعاء في الركوع والسجود فليس بواجب، إنما الواجب أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وأن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك، يستحب أن يكرر هذا التسبيح 3 مرات أو ما شاء الله. والدعاء مستحب إن تمكن وأتى به فهو مستحب وفيه تكملة للصلاة، وإن لم يتمكن وتركه فصلاته صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين بعث برسالة وضمنها جمع من الأسئلة، ويسألكم شيخ صالح عن الرياء بالذات، فيقول ما المقصود بالرياء، ومتى يكون شركا أصغر ومتى يكون شركا أكبر، وإذا وجد الإنسان منه شيئا في صدره أثناء تأدية عبادة ما وقال الدعاء المشهور اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، هل هذه الصيغة الواردة نرجو توضيحها وشرحها، ومتى يرد هذا الدعاء إذا كان في داخل الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. هو أن يحب أن يرى الناس أعماله وعبادته فيمدحوه ويثنوا عليه، هذا هو الرياء. وإذا خالط العمل فإنه يبطله من أصله، فإذا كان الرياء معه من الأصل، من أصل ما دخل في العبادة، فإن العبادة تكون غير صحيح لأنها مؤسسة على رياء. أما إذا كان بدأ العبادة في إخلاص ثم طرأ عليه الرياء، فإن استمر معه فإنه يبطل العبادة، وإن دفعه وتركه وعاد إلى الإخلاص فإنه لا يضره إن شاء الله تعالى. والحاصل أن الرياء خطير، وهو شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فهو شرك خفي وهو يبطل العمل الذي خالطه على التفصيل الذي ذكرنا، فعلى الإنسان أن يدفعه. وهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، هذا يقال خارج الصلاة، يقال خارج الصلاة. وأما في الصلاة فعليه أن يدفع الرياء وأن يعود إلى الإخلاص لله عز وجل واستحضار عظمة الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ صالح عن أهم الطرق المؤدية إلى الإخلاص. أعظم الطرق المؤدية إلى الإخلاص أن يكون الإنسان على علم بأحكام العبادة، ما يصححها وما يفسدها وما ينقصها، فيكون على علم بأحكام العبادة ويؤدي العبادة عن علم. ومن أسباب الإخلاص استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وحضور القلب مع الله سبحانه وتعالى، وكذلك إخفاء العمل. من أسباب الإخلاص أيضا إخفاء العمل عن الناس، مهما استطاع الإنسان أن يخفي عمله عن الناس فإنه يخفيه. إن الأعمال التي تعمل ظاهرا كصلاة الجماعة والجهاد في سبيل الله والهجرة هذه أعمال ظاهرة طبيعتها كذلك، أما صلاة الليل وأما الصدقات فهذه إخفاؤها أحسن، ولهذا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكذلك يقول الله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو القول السديد في من يأكل ذبائح عامة الناس ولا سيما في هذا الزمان وهو في مجتمعات تكثر فيها الشركيات والحكم بغير ما أنزل الله، وهل يلزم المسلم أن يتحرى أم يأكل؟ جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا أباح لنا ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب، فإذا كان الإنسان في بلاد المسلمين فالأصل فيما يعرض في بلاد المسلمين الحل والحمد لله ولا يسأل عنه، ما يعرض في بلاد المسلمين وفي أسواق المسلمين الأصل فيه الحل ولا يسأل عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم تجلب في أسواق المدينة ولا يدرى ذكر اسم الله عليها أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوا، فالأصل فيما يجلب في بلاد المسلمين أنه حلال، إلا إذا علم الإنسان وتيقن أنه حرام فإنه لا يجوز له. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.